على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم الإخوة والأخوات الأعزاء، معكم أخوكم محمد كمال. أنا مصري مقيم في الإمارات من 2005، يعني بقالي 15 سنة، 43 سنة. خلفيتي العلمية مهندس طاقة نووية، وبشتغل في أحد مصانع أبو ظبي كمدير قسم السلامة. طيب، إيه بقى اللي بيجيب الكلام اللي أنا بقوله ده لموضوعنا النهاردة عن التجارة الإلكترونية وعن مشروع ما تأثرش بأزمة كورونا والحاجات دي كلها؟ اللي بيجيب الكلام ده إن أنا في 2016 يا جماعة كان هنا في كل العالم بداية إن ممكن تحصل في أزمات اقتصادية، الأسعار بقت عالية، الواحد أدرك فعلا إنه ما ينفعش يعتمد على مصدر دخل واحد في حياته، لأن المصاريف بقت زيادة جدا، والحاجة اللي ما بتتغيرش هي المرتب. فلو انت ما عندكش بلان بي او حاجه اضافيه تساعدك انك توفر مصدر دخل تاني، مش هتعرف تعيش كويس. لان من زمان وانا مدرك، تمام، ان مفيش اي ضمانات لاي وظيفه، مش في الامارات، في اي مكان في العالم، وده اللي اتحقق حاليا في كورونا في كل العالم. ناس كتيره جدا فقدت وظائفها، ناس كتيره جدا مرتباتها قلت ب 25% 50%، شركات كتيرة قفلت، شركات كتيرة وقفت، ناس كتيرة جدا اتأثرت بصورة سيئة جدا بأزمة كورونا، وناس كتيرة جدا أعمالها ازدهرت بطريقة ما نتخيلهاش. تمام؟ فعشان كده لازم الواحد يبقى عنده أكتر من مصدر دخل، لازم بننوع مصادر الدخل. طيب، الكلام بقى اللي أنا في 2016 لما قعدت أدور إن إزاي يبقى عندي مصدر دخل إضافي بالإضافة لوظيفتي، إزاي يبقى عندي حاجة تساعدني لا قدر الله لو حصل حاجة في الوظيفة، إزاي إني أقدر أبدأ حاجة أعملها مش محتاجة تفرغ، مش محتاجة وقت كتير، مش محتاجة رأس مال كبير، مش محتاجة خبرة، مش محتاجة إن أنا أقعد أخترع في حاجات جديدة. حاجة بتكبر في جميع أنحاء العالم. لما قعدت أدور وأبحث لقيت إيه؟ لقيت إن الحاجة أو الترند اللي بيكبر وهيفضل يكبر هو موضوع التجارة الإلكترونية. يعني إيه تجارة إلكترونية؟ يعني الناس بتبيع وبتشتري كل حاجة أونلاين على النت. وده اللي خلاني فعلا أدور عليها، ولقيت فعلا إن ده مجال بيكبر جدا جدا ومستقبله كبير جدا. الكلام ده كان فين؟ ده كان في 2016. اوكي، اللي كان اثبت لي نمو التجاره الالكترونيه من 2016، وطبعا اللي احنا شايفين ازدهرت ازاي في كورونا، ان جت قدامي احصائيه زي الاحصائيه دي. طبعا كانت صغيره في 2016، تمام. الاحصائيه دي حجم انفاق الناس على التجاره الالكترونيه، تمام، من سنه 2014 والمتوقع لغايه 2021. لان في 2014 الناس صرفت 1300 مليار دولار على التجاره الالكترونيه، الارقام بتزيد. 2016 كان متوقع ساعتها لما انا بدات كان 1845 مليار، لكن دلوقتي شايفين الارقام وصلنا 2019 ل 3400 مليار، و2020 كان متوقع 4100 مليار. الكلام ده كله كان ما قبل كورونا يا جماعه. طبعا ال 4000 مليار دي او ال 4 تريليون دولار اقدر بقى اضاعفها، اضربها في 10 في 20 عشان نشوف نتخيل ان في كورونا فعلا نمو اكتساح ونمو كبير جدا للتجاره الالكترونيه. طب الارقام الكبيره جدا اللي بتمثل ميزانيات دول عظمى، لو انا جيت سالت كل واحد فينا ما نفسيش اخد حصه منها، طب ما احنا اللي بنساعد وبنكبر التجاره الالكترونيه، طب ازاي اقدر اخد حصه من التجاره الالكترونيه؟ طب النهارده ايه اللي بيثبت لي اكتر ان انا فعلا في حاجه اسمها تريندينج وحاجه بتكبر في مجال التجاره الالكترونيه؟ اللي بيثبت لي ان اكبر شركات في العالم بتعتمد على التجاره الالكترونيه. اكبر شركه تاكسيات في العالم هي شركه اوبر، ما هي الا عباره عن موبايل ابلكيشن. اوبر بتشغل الناس بعربياتها، بتاخد منهم فلوس وبتاخد منهم عموله وبتشغلهم بعربياتهم، ما عندهاش ولا تاكسي. اكبر شركات بتبيع اي حاجه في اي حاجه شركه امازون وعلي بابا، تمام، عباره ان هم مخازن كبيره بيجيبوا الحاجات من الموردين ويبيعوها لنا احنا وياخدوا العموله بتاعتهم. اكبر شركه فنادق في العالم شركه بوكينج دوت كوم، ما عندهاش ولا سرير في اي فندق. واكبر شركه تاجير عقارات هي اير بي ان بي، ما عندهاش اي استوديو. الشركات دي كلها يا جماعه استخدمت التجاره الالكترونيه في شغلها اللي هو دلوقتي بيعتمد على الخدمات.
في شركات بتقدم منتجات، في شركات بتقدم خدمات. فالنهارده كل الاتجاه على الخدمات اللي بتفيد الناس في حياتهم اليوميه، وده كان واحد من الاسباب اللي خلت الواحد فعلا يفكر جديا. مجال التجاره الالكترونيه عمال يكبر ويتطور ويكتسح في جميع انحاء العالم. طيب النهارده لما الناس تيجي تقول لي طب انت شفت الحاجات دي كلها، طيب ليه؟ ايه بقى المميزات الكبيره عن التجاره في التجاره الالكترونيه عن التجاره العاديه؟ اول حاجه الحاجات في التجاره الالكترونيه رخيصه، تشيب. لما انا بروح اشتري حاجه من محل في مول هيكون واشتريها من محل اونلاين، المحل اللي بشتريه اونلاين بيكون ارخص من المحل اللي في المول. ليه؟ لان المحل اللي في المول عنده تكاليف تشغيل عاليه بيحطها على سعر المنتج، عنده ايجار محل، عنده مرتبات موظفين، عنده ميه كهرباء غاز سيكيورتي نظافه ضرائب، الحاجات دي كلها بيحطها على سعر المنتج عشان يكسب. طبعا الحاجات دي بنسبه 90% منها مش موجوده اونلاين، فالحاجات اونلاين ارخص من الحاجات اوفلاين. رقم اتنين سهله، الناس كلها ماشيه بموبايلاتها حتى مش وهي في الشارع ماشيه بالموبايل، ولادنا الصغيرين جدا وجدودنا الكبار جدا كل الناس ماشيه بالموبايلات، فالناس كلها تقدر تتعامل اونلاين، بتشتري وتبيع وتستخدم الاونلاين بسهوله جدا، وده ادى لانتشار التجاره الالكترونيه كبير. رقم ثلاثة توفيرا للوقت، سيفنج تايم، اللي يخليني ان انا اضيع وقت ان انا اطلع من شغلي واضيع لي 3 4 ساعات عشان اعمل حاجه، تمام، عشان اعمل حاجات كتير. ثانيه واحده يا جماعه خليكم معايا. معذرة يا جماعة أنا آسف، تمام، بوفر في الوقت، أوكي، توفيرا في الوقت، إن أنا ما أضيعش 3 4 ساعات إن أنا أروح أشتري حاجة، في حين إن أنا أقدر في 5 دقايق أو وأنا قاعد في البيت أطلبها، وفرت وقت كتير جدا، تمام، أنا في البيت، أنا في الشغل، في أي حاجة، وفرت مجهود، سيفنج إيفورت، بدل ما أروح بعد 4 5 ساعات أوقف لي في طابور 3 4 ساعات عشان أشتري حاجات. طب ما انا قاعد معزز مكرم في البيت في المكتب في التكييف في كل حاجه، طلبت الحاجه من على موبايلي 5 دقائق الحاجه بتجيلي في غايه باب بيتي، وفرت وقت، وفرت مجهود، وفرت فلوس، تمام. وده من مميزات الكبيره للتجاره الالكترونيه. في مميزات تانية؟ طبعا في مميزات تانية، انتشار عالمي، جلوبال سبريد، ان انا في اي مكان في العالم بقدر اوصل لاي مكان في العالم. انا هنا في الامارات عايز اشتري حاجه من امريكا بشتريها، انا في مصر عايز اشتري حاجه من الصين بشتريها، وانا قاعد اهو في الامارات بكلمكم، طب ما انتوا كلكم في بلاد مختلفه، صح، وانا قاعد اهو في الامارات في بيتي بقدر اعمل بيزنس بتاعي كمان في جميع انحاء العالم من غير ما اتحرك من مكان. فده من مميزات التجاره الالكترونيه الانتشار العالمي. رقم 6 اقل مخاطر، لو ريسك. مش كلنا عمالين نقول التباعد الاجتماعي وابعدوا يا جماعه ومفيش تجمعات وكده عشان موضوع كورونا، ده كمان من اساسيات التجاره الالكترونيه، ان كورونا مش عايزين نختلط بالناس وكده، طب ما انا اهو اي حاجه بعوزها بتجيلي اونلاين لغايه باب البيت، وحتى بكون دافع بالكارت بتاعي ما بشوفش الراجل اللي بيجي، تمام. فاقل ريسك فاقل مخاطر في اي حاجه، وان انا ابعد عن تجمعات هلاقيها في التجاره الالكترونيه. رقم 7 اقل استثمار، ان انا لو عايز ابدا مشروعي اقل مشروع اقدر ابداه هو في التجاره الالكترونيه. ازاي؟ في ناس كتيره مشروعها كلفها زيرو، ازاي؟ فتح صفحه على الفيسبوك بيبيع عليها حاجات، ستات بيوت كتير بتبيع اكل على على صفحات على الفيسبوك، الصفحه تعملها مجانا، بتبيع حلويات، واحد بيبيع بيشتري حاجات وبيبيعها. فاقل استثمار في العالم ممكن تلاقيه في مشاريع التجاره الالكترونيه. طيب احنا النهارده بعد ما عرفنا مميزات التجاره الالكترونيه، احنا فين في الوطن العربي؟ احنا في 2014 صرفنا 7 مليار دولار على التجاره الالكترونيه، وادي البلاد اهي باختلاف توزيعها. طب اللي كان متوقع، كان متوقع في 2020 ان الرقم يوصل لحوالي الضعف، 14 مليار. طبعا ارقام البلاد كلها اختلفت، ليه؟ لان برضو الاعداد بتزيد والثقافات بتزيد، لكن اللي حاصل ان احنا لقينا الرقم اللي متوقع اللي هو 14 مليار تم مضاعفته لحوالي 5 مرات عشان موضوع كورونا.
توقع نمو التجارة الإلكترونية 69 مليار دولار بالشرق الأوسط عشان كورونا. شفتوا بقى اللي كان متوقع ازداد عليه 5 أضعاف، وده اللي احنا بنقول احنا في الوقت المظبوط عشان نستخدم التجارة الإلكترونية ونقدر نستفيد منها. جميل جدا. طب بعد ما عرفنا الإحصائيات وبعد ما عرفنا ان هو المستقبل للتجارة الإلكترونية والدنيا بتكبر ازاي، ازاي احنا نقدر نستفيد منها النهاردة في حياتنا، نقدر نعمل حاجة واحنا قاعدين في البيت عن طريق شركة دوبل يا جماعة اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة، تمام؟ اللي وفرت لنا حاجة جميلة جدا وكل الناس بتدور عليها، اللي وفرت لنا ازاي نقدر اوفر، والناس كلها بتدور على التوفير من مشترياتي العادية، وازاي اني اقدر كمان اعمل بيزنس من بيتي بساعد الناس على التوفير وانا كمان اقدر اكسب. لان هي ايه اصلا شركة دوبل؟ شركة دوبل يا جماعة هي اكبر شوبينج مول الكتروني في العالم، اكبر مول الكتروني، تمام، بالشراكة مع اكتر من 12 الف ماركة وموقع عالمي بيعتمد على خدمة الكاش باك او بيقدم خدمة الكاش باك. يعني ايه الكاش باك؟ يعني انا رايح اشتري، المول فيه براندات كتيرة، في اكتر من 12 الف موقع، بروح اشتري من اي ماركة هناك او موقع، بدفع مثلا بشتري تيشيرت ب 100 درهم بيرجع لي منهم 10 درهم كاش باك. عشان كده كل المحلات اللي موجودة جوه موقع دوبلي بتدي كاش باك بيوصل لنسبة 30%، وفيها أكتر من 1 مليار منتج وخدمة أقدر أستفيد بيهم في حياتي اليومية. جميل جدا. طيب قبل ما نشوف التفاصيل، هي إيه شركة دوبلي؟ هي شركة أمريكية اتأسست سنة 2003، المقر الرئيسي ليها في أمريكا في تحت شركة الأم اسمها أومنتون، المقر الرئيسي في فلوريدا، ليها أكتر من مكتب منتشر في جميع أنحاء العالم، المكتب المسؤول عن أفريقيا والشرق الأوسط موجود هنا في دبي، تمام. ودول أعضاء مجلس إدارة شركة دوبلي، مستر مايكل هانسون مؤسس شركة دوبلي والسي او بتاع شركة أومنتو، راجل خبرة أكتر من 20 سنة في مجال البيع المباشر والتجارة الإلكترونية، واستعان بناس من أكبر الأشخاص اللي عندهم خبرة في مجال التجارة الإلكترونية في العالم إنه يعملوا قاعدة قوية وأساس لشركة دوبلي، اللي خلى أكبر برامج إخبارية ونشرات تلفزيونية تعمل لقاءات مع مستر مايكل هانسون يتكلموا فيها عن دوبلي وعن الطفرة اللي دوبلي عملتها في مجال التسوق أونلاين، لأن دوبلي هو الموقع الوحيد في العالم اللي بيديك كاش باك في أي مكان تروحه تقدر تستخدمه من هناك. في أمريكا بيديك كاش باك، في مصر، في الإمارات، معلش آسف، في جنوب أفريقيا، في نيجيريا، في أي مكان. ودي بعض البراندات او المواقع اللي موجوده تحت موقع دوبلي. هنلاقي الحاجات اللي بنستخدمها في اسلوبنا اليومي، حياتنا اليوميه، هنلاقي سوق، هنلاقي جوميا، جروبون، نايكي، بوما، اديداس، امازون، بوكينج، هوتيلز، فيكتوريا سيكريت، لينوفو، ديل، حاجات كتيره جدا بنستخدمها في حياتنا. وكمان براندات الغاليه اللي دوبلي جابتها الناس تقدر تشتري اللي هي عايزاه ويرجع لها كاش باك. جميل، حلو جدا. ازاي بقدر احصل انا على الكاش باك بتاعي بمنتهى السهوله؟ الشخص اللي عزمني النهارده على المحاضره باخد اللينك بتاعه وبقدر بخش على موقع دوبلي، اسجل كمتسوق، اشتري الحاجات اللي انا عايزها ويرجع لي كاش باك. ازاي ده يا جماعه؟ الموقع والحلو فيه انه ب 11 لغه، عربي، انجليزي، فرنساوي، الماني. ودوبلي عامله كمان تطويرات جديده عن الموقع بتساعدنا في التسوق، ومنها ان انا بقدر بخش بدور بالفئات، ادي الفئات كلها موجوده اهو، الشوب باي كاتيجوري، مقسم لي المواقع على حسب الفئات اللي انا عايزها. فرضا انا عايز اروح اشتري ايه، موبايل، بروح فين؟ على الالكترونيات، دوست عليها طلع لي على كل الصفحه اللي فيها جميع المواقع اللي بتتعامل في الاجهزه الالكترونيه هنا في دوله الامارات، سواء بتجيب من بره او موجوده هنا لوكال في الامارات. والله لقيت ان من ضمن الحاجات اللي اعرفها موقع شرف دي جي. موقع شرف دي جي موقع معروف، دخلت على شرف دي جي، قبل ما بروح بشتري حاجه بيوريني نسب الكاش باك اللي هترجع لي من قبل ما بشتري، يبقى انا عارف هشتري ايه وهيرجع لي منه كاش باك ايه. مجرد ما دوست على كلمه جو تو ستور وداني للموقع الاصلي لشرف دي جي، وهنا مهم الدوبلي يا جماعه، خلصت. انا ما بشتريش حاجه من دوبلي لان دوبلي ما عندهاش حاجه تبيعها، دوبلي ما هي الا بوابه بتفتح لي، تمام، الطريق اللي اروح اشتري من الموقع اللي انا عارفه ودايما بتعامل معاه، بتعامل مع شرف دي جي، بشتري من شرف دي جي، باخد الخصومات اللي على شرف دي جي، والمبلغ النهائي اللي انا هدفعه
هو اللي هيرجع لي عليه الكاش باك. بيرجع لي الكاش باك فين؟ بيرجع لي في حسابي هنا جوه دوبلي، ده حسابي الخاص بتاع شركه دوبلي. وادي اهو كاش باك اوفر فيو، وادي الكاش باك اللي هو اكتر من $1000 رجعوا لي من مشترياتي الشخصيه. ده توفير من مشترياتي، واديكم شايفين تحت اهو كشف حساب اشتريت من جروبون يوم كام، بتاريخ كام، اشتريت المبلغ قد ايه، ورجع لي كاش باك قد ايه. كل حاجه موجوده. ازاي بقدر استفيد من موقع دوبلي في حياتي اليوميه، وازاي اقدر اخد الكاش باك ده واحصل عليه. جوه الموقع كمان بتاع دوبلي بلاقي كوبونات. يا جماعه الكوبونات بتديني تخفيضات، تمام؟ بعض المحلات بتدي تخفيضات عن طريق كوبونات، وبعد كده بعد ما باخد التخفيض بيرجع لي الكاش باك بتاع دوبلي. عندنا كمان ايه؟ عندنا دوبلي كمان بتدينا مكافأة جميلة جدا لينا احنا كمتسوقين، كل الناس اللي بتستخدم موقع دوبلي وبتتسوق بيرجع لها كاش باك. دوبلي عايزة اكبر عدد من الناس تستخدم موقع دوبلي، اوكي؟ فدوبلي بتقول احنا يا جماعة انتوا كمتسوقين بديكم مكافأة لما تنشروا فكرة دوبلي في جميع انحاء العالم. دلوقتي اي موقع تخش عليه تسجل يقول لك ريفيرا فريند، ريفيرا فريند، رشح صديق. ليه؟ عشان الناس تعرف والناس تستخدم الموقع. لان دوبلي بيستفيد من فين؟ لما عدد كبير من الناس تستخدم الموقع وبيشتروا من المحلات ويرجع لهم كاش باك، فدوبلي عمولتها بتكتر من المحلات اللي بتاخد منها، لان دوبلي بتعمل اعلانات للمحلات. فدوبلي بتقول لنا يا جماعه كل واحد بيرشح اصدقاء ليه ان يستخدموا الموقع بياخد مكافأة إحالة أو مكافأة ترشيح للأشخاص $10، توصل ل$10 لكل شخص. حلو. ال$10 دي مقسومة خمستين. أول $5 لو الشخص اللي أنت رشحته وصل الكاش باك بتاعه $25، تمام، في خلال 6 شهور، أوكي، دوبلي بتديك $5 بونص. راجل اشترى ودخل ورجع له $25 كاش باك في خلال 6 شهور، دوبلي بتديك $5 بونص، تمام؟ ال$5 التانيين بس دي مرة واحدة في الحياة، مش على كل $25 بتاخد $5، لا، ده حتى لو رجع له $1,000,000 كاش باك انت بتاخد $5 مرة واحدة كمتسوق، ان انت ده مكافأة بونص صغير، مش ده البيزنس اللي بنتكلم عليه، لكن دي مكافأة تشجيعية من دول. ال$5 التانيين لما الشخص اللي انت رشحته ده يبقى متسوق VIP، فدوبلي بتديك كمان $5 زيادة. والمكافأة الفي اي بي دي او العضوية الفي اي بي دي هنتكلم عليها، ازاي الشخص يبقى متسوق في اي. حلو، جميل جدا. طيب النهاردة انا ازاي اكون متسوق في موقع دوبلي واستفيد من المميزات بتاعتي؟ انا النهاردة اقدر انضم كمتسوق في دوبلي عن طريق حاجتين. اول حاجة بنضم كعضوية مجانية مدى الحياة. حلو، دوبلي عندها دلوقتي عضوية مجانية مدى الحياة، اقدر اخش انضم عن طريق اللينك بتاع الشخص اللي عزمني النهارده واسجل بايميل وباسورد وما بدفعش ولا مليم ولا اي حاجه. حلو، واستفيد بالكاش باك مدى الحياه. في تانية عندي حاجه بقى للناس اللي بتحب توفر اكتر وعندها مميزات وعايزه تشتري كتير اونلاين وعايزه توفر اكتر، عن طريق العضويه السنويه اللي اسمها عضويه الفي اي بي. ايه هي عضويه الفي اي بي؟ معلش انا اسف. من اسمها يا جماعه واضح ان هي ليها مميزات كتير، وواضح ان ليها سعر. طب ايه سعرها الاول؟ العضويه الفي اي بي عضويه سنويه قيمتها $49، تجدد سنويا بقيمه $49، او ممكن احصل عليها ب $4.99 او يعني تقريبا $5 في الشهر. طب ايه اللي يخليني ادفع $49 اللي هو برضه $49 يعني حوالي 180 درهم هنا في الامارات، اللي هو حوالي نص درهم في اليوم ولا حاجه. ال 180 درهم دي الواحد بيروح يصرفها في غدا او عشاء مع اسرته في اي يوم، تمام؟ طب ما انا برضه ادفع ليه ما دام انا عندي مبلغ مجاني او عندي عضويه مجانيه؟ اكيد فيها مميزات، تمام، بما ان اسمها في اي بي. حلو، المميزات ايه بقى؟ عندي مميزات كبيره جدا للعضويه الفي اي بي، تمام؟ منها طبعا عندي مول كبير بتاع دوبلي، وعندي كمان مول صغير للفي اي بي. المول الكبير بتاع دوبلي بقدر انا كمتسوق في اي بي احصل على كاش باك يوصل لثلاث مرات ونص من الكاش باك بتاع الفري. تخيلوا، يعني مثلا لو انا الفري باخد 2% كاش باك، ممكن الكاش باك بتاعي كفي اي بي يوصل لغايه 7% او 7.5%، يوصل لغايه ممكن لغايه 8، في قرب 8%
من الكاش باك، تمام، بيتضاعف لغايه 3.5 مرات من الكاش باك بتاع الفري. دي رقم واحد. رقم اثنين، المول الصغير، عندي مول صغير للفي اي بي ريورز، في ايه بقى؟ في رقم واحد في موقع برايس لاين اللي هو عامل اتفاقيه مع موقع بوكينج وموقع اجوتا، الاشخاص المتسوقين الفي اي بي بس من دبلي بيقدر يحصلوا على خصم يوصل لنسبه 60% على اسعار الغرف حجوزات الفنادق بالاضافه ل 6% كاش باك. وطبعا انا استخدمت الموقع ده كذا مره وبيديني تخفيضات رهيبه جدا، منهم مره في 2018 كنت برضو اجازه راس السنه الهجريه وحجزت فندق ليلتين، تمام، لقيت ان في فندق حياه كابيتال جيت في ابو ظبي كان مدي خصم 49%، السعر كان ب $109 انا خدته ب $55، تمام. لقيت كمان من حوالي اسبوعين ثلاثه، تمام، كان برضو عندنا اجازه راس السنه الهجريه ودخلت ادور جوه برايس لاين، لقيت ساعتها ما كانش فيه تخفيضات بس لقيت موقع الخلديه بلس، تمام، الخلديه بلس كان مديني كام؟ كان مديني $104 في الليله، تمام. دخلت اهو، ادي كنت هحجز ليلتين 8/21/8 ل 23/8، فحجزت ايه؟ كلاسيك سويت، تمام، سويت كان ب $114 في الليله بعد الضرايب وكل حاجه كان $262، تمام، 1 روم 2 نايتس كلاسيك سويت، هنا موجود خلديه بلس روتانا. اوكي، قلت اقارن ما بين اسعار برايس لاين وما بين بوكينج دوت كوم، رحت على بوكينج دوت كوم، ادي خلديه بلس يا جماعه نفس التواريخ 21 و23، السعر كان $182 بس دي الكلاسيك روم. قلت ادخل جوه اشوف السعر الكلاسيك سويت عمل لي كام، عمل لي $402، انا ما كانش فيه تخفيض على برايس لاين، تمام، $402 زائد $62 يعني $462. دخلت جوه اشوف التفاصيل، ادي خلديه بلس وادي هو يا جماعه ادي كلاسيك سويت موجود وادي تشيك ان 21 اغسطس و23 اغسطس، $402 زائد $62 $42 $464، وانا حاجزه ب $262، انا موفر $200 في الليلتين، تمن اربع عضويات في اي بي، يعني انا واخد اربع سنين في اي بي مجانا بالاضافه ل 6% كاش باك. ده ايه؟ حتى ساعتها ما كانش فيه تخفيض على موقع برايس لاين. جميل، حلو جدا. بالاضافه ان انا كمتسوق في اي بي، تمام، انضميت بالاشتراك السنوي للفي اي بي، بقدر ادخل على سحب شهري على جوائز ماديه، جوائز ماليه من دبلي كل شهر، انا كشخص في اي بي ليا محاوله واحده مجانا على سحب شهري. السحب ده بيدينا ارقام يا جماعه، بخش اختار الرقم اللي انا عايزه من 1 لـ100، الجائزه مثلا بتاعت السحب اللي جاي يوم 1 اكتوبر $5000، انا بخش بختار الرقم، حبيت ازود الفرص بتاعتي عشان اكسب، بقدر اشتري تذاكر للسحب، وكل تذكره بتزود لي، بختار ارقام جديده، كل تذكره بقدر اشتريها $5 بس لازم يكونوا بشتريها من الكاش باك الافيلابل المتاح بتاعي اللي موجود، مش بالكريدت كارد ولا بالباي بال ولا باي حاجه، تمام. دي برضو من المميزات الجميله ان انا عندي سحب شهري اقدر اخد $5000، ممكن سحب يبقى في $10000، ممكن سحب يبقى في $50000، وطبعا الجائزه بتتوزع على عدد الاشخاص اللي اختاروا الرقم. جميل جدا. طبعا عندي موقع اسمه تريب اكس او اكس او اللي يعتبر وكاله سفريات مصغره، تمام، هو مش مصغره، هو فيه كل حاجه، بيديني تخفيضات توصل لنسبه 25% على اسعار دخول الاماكن الترفيهيه والاماكن السياحيه والترفيهيه، وانا كشخص في اي بي ببقى بقدر احصل على الخصم ده اللي بيوصل 25% لاني بشتري عضويه سنويه على موقع تريب اكس او بمبلغ $10 في السنه، بالاضافه لموقع اسمه كونكتد. اوكي، كونكتد موقع للسفر والسياحه وجلسات التامل ومميزات كتيره جدا، بقدر اخد فيه كاش باك يوصل ل 5% بالاضافه لخصم 5% على السفر وخصم يوصل ل 10% على الاونلاين ايفنتس وعلى التسويق وعلى الحاجات الاونلاين اللي هي الموقع بيقدمها. طيب يجي بقى السؤال، كل الحاجات مميزات جميلة جدا ورائعة، ازاي باخد الكاش باك بتاعي بعد التوفير اللي احنا موفرناه بمنتهى السهولة؟ الكاش باك اللي هنا باخده فلوس حقيقية بس، لا اميال ولا نقط ولا فوتشرات ولا حاجة،
كل اللي بعمله بحول الكاش باك بتاعي بتاع دوبلي على موقع الباي بال، اللي هو وسيله دفع الكترونيه، محفظه الكترونيه معروفه في جميع انحاء العالم. تمام، بخش بحول الكاش باك على الباي بال، ومن الباي بال بحوله على الديبت كارد بتاعي او على الكريدت كارد بتاعي في اي مكان، واقدر استلمه فلوس حقيقيه في كده. تمام، وادي قصه الكاش باك. حلو الكاش باك وحلو التوفير. طبعا كلنا بندور ان احنا ازاي نوفر من مشترياتنا يا جماعه، كل الناس بتدور دلوقتي يوفر ازاي، لدرجه الناس وصلت مش توفر من رفاهيات. ما بقاش في رفاهيات، الناس بتدور انها توفر من اساسيات ازاي. فانا النهارده شركه دوبلي بفكره جميله جدا، ازاي بتقدر توفر من حاجاتك اليوميه. مش محتاج انك تشتري حاجه جديده، انت اللي انت بتعمله يوميا اعمله ووفر من مشترياتك. حلو الكلام، حلو الكلام جدا. طب انت قلت كمان في البدايه ان انا بقدر اكسب، ان انا اقدر اوفر فلوس واقدر اكسب، لان طبعا انا عايز اكسب فلوس عشان اعرف اوفر كتير. طب ازاي النهارده اقدر اوفر، او ان انا اقدم الخدمه دي للناس هم يوفروا وانا اكسب؟ ده عن طريق ان انا النهارده بنضم كمسوق في شركه دوبلي. وبسوق ايه بقى؟ انا ما بسوقش حاجه غير اني بسوق المول بالكامل، الموقع. انا يا جماعه بسوق، مش بسوق محل ولا اتنين ولا منتجات، بالعكس انا بسوق الموقع. بقول للناس خشوا تسوقوا من الموقع ده وخدوا كاش باك. تمام، وانا النهارده دوبلي بتديني ميزه ان انا كمسوق لشركه دوبلي بقدر اكسب واربح عن طريق 8 خطط للدخل مختلفه جميله جدا. وازاي نقدر استفيد بيها وافيد كل الناس وانا استفيد؟ طب ايه هي 8 طرق؟ اول حاجه، ايه هي فكره دوبلي الاساسيه يا جماعه؟ فكره دوبلي الاساسيه يخلي الناس يشتري ويرجع لهم كاش باك. فالنهارده بمجرد دخولي كمسوق دوبلي بتديني رقم اي دي، الاي دي ده بعمل بيه اللينك بتاعي. ايه هو اللينك؟ اللي اسمه dobli.com/الاي دي. حلو جدا، بعمل بيه ايه اللينك ده؟ انشر ولك الاجر، انشر من كان بقى وانت قاعد على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام، واتساب، اي حاجه، خش حط بوست كده جميل جدا. والله انا اشتريت يا جماعه من موقع جروبون، اشتريت فاوتشر بيتزا كانت ب 100 درهم، خدت الفاوتشر ده ب 50 درهم وخدت كاش باك 10 درهم. يلا خشوا وفروا من مشترياتكم وخدوا كاش باك على اي حاجه انتوا بتشتروها. الكلمه السحريه يا جماعه، التسجيل مجانا، اضغط على اللينك. طب ما الناس كلها هتشوف ان انا اشتريت حاجه انا عايزها ورجع لي كاش باك. اللي بيشتري من موقع سوق دوت كوم، اللي بيشتري من جوميا، اللي بيشتري من جروبون، بيشتري من بوكينج، من هوتيلز، من مايكروسوفت، من اديداس، من فيكتوريا سيكريت، من اي حاجه الناس بتحتاجها في حياتها. حلو، الناس هتبدا، الله، في ده في كاش باك وفي ببلاش، تبدا الناس تخش على اللينك تسجل وتبدا تشتري ويرجع لها كاش باك. انت بيرجع لك من 20-30% من الكاش باك الفري بتاع كل الناس، الناس كلها شغاله سجلت مجانا، فالناس كلها هيرجع لها كاش باك، فانت يرجع لك من 20-30% من الكاش باك اللي يرجع لهم مدى الحياه. طول ما هم بيتسوقوا وبيشتروا انت بيرجع لك من 20-30%. تمام، وده الغرض الرئيسي، ان انا عايز اكبر عدد من الناس تستخدم موقع دوبلي. فدي اول طريقه ان انا جبت متسوقين، الناس اللي تعرفني. الطريقه الثانيه ان دوبلي بتقول لي انت النهارده يا محمد كمسوق في شركه دوبلي، المنتج الوحيد اللي انت عايز تسوقه للموقع هي العضويات الفي اي بي، دي العضويه الوحيده اللي ليها سعر. فدوبلي بتقول لك يا محمد كل عضويه في اي بي هتبيعها دوبلي هتديك 20% من ثمن العضويه دي عموله. تمام، انا بوري الناس مميزات العضويه في اي بي. جالي محمود صاحبي قال لي والله محمد حلو انا عايز عضويه في اي بي، اديت له اللينك، دخل اشترى من على الموقع. تمام، عضويه في اي بي حلو جدا، اشتراها ب 49 دولار دوبلي بترجع لي 10 دولار عموله. ليه؟ انا هو اشتراها عن طريقي وانا سوقت له ووريت له المميزات. حلو، فدي ثاني طريقه ان كل شخص يشتري عضويه في اي بي باخد 20% من ثمن العضويه عموله، ده بالاضافه لنسبه الكاش باك اللي هترجع لي منه، اللي هو من 20-30% من الكاش باك المجاني بتاعه. تمام، ثالث طريقه، طب انا النهارده انا مش عايز بس 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100 من اصحابي ان هم يشتروا، لا ده انا عايز الناس كلها في كل حته في العالم تشتري ويرجع لها كاش باك وتوفر عشان انا اكسب. دي الطريقه الثالثه، ان انت بيبقى عندك جيش، قاعده كبيره من المتسوقين. طب هل مثلا لو انا عايز اوصل لمليون متسوق هل اقدر احصل عليهم لوحدي؟
لا طبعا ما ينفعش، مستحيل تجيب مليون شخص لوحدك، الا اذا لو انت بلوجر او عندك سوشيال ميديا او كده، وده مش كلنا عندنا، احنا بس واحد ممكن يجيب له 1000 2000. لكن ازاي اوصل لمليون متسوق؟ عن طريق ان انا بساعد الناس اللي عايزه تعمل البيزنس زي حالاتي كده، انه يكون عندي فريق من المسوقين اللي بيسوقوا للموقع بالكامل. طب ما هو كل واحد من المسوقين دول هيكون عنده المتسوقين بتوعه، فلو فرضا ان انا عندي 1000 شخص من المسوقين لموقع دوبلي، وال1000 دول كل واحد يوم جاب 1000 شخص فري انضموا كفري للموقع، طب ما انا عندي مليون متسوق. تمام، المليون متسوق دول، ده انا لو جالي من كل واحد فيهم 10 سنت في السنه يا جماعه، وصلت لكام؟ ل 100000 دولار، وانا قاعد في بيتي ما بعرفش اعمل حاجه. طيب مش انا النهارده فريق المسوقين اللي داخل انضم معايا، تمام، وعلمتهم ودربتهم، بقى عندهم متسوقين وبدا يرجع لهم من 20 ل 30% من الكاش باك المجاني بتاعهم، صح؟ طب هل انا بستفيد من المتسوقين بتوع فريقي؟ اه بستفيد، بستفيد من 5 ل 27.5% من الكاش باك اللي بيرجع للمتسوقين بتوع فريقي. تمام، دي بتتوقف على الرتبه بتاعتنا من 5 10 ل 15 لغايه توصل ل 27.5%، وهنتكلم عليها بالتفصيل. حلو الكلام. طب انا النهارده يعني موضوع جميل جدا وحلو، طب ازاي انا بقى انضم كمسوق في دوبلي يا جماعه؟ انا النهارده اقدر انضم كمسوق في دوبلي عن طريق حاجتين، او عن طريق عندي طريقتين، طريقه للمبتدئين والتعامل مع الافراد، وطريقه للمحترفين بقدر اتعامل فيها مع الافراد ومع مين؟ ومع الشركات. اول طريقه، طريقه التعامل مع الافراد، اني بنضم كمسوق عن طريق باقه اسمها باقه التيم ممبر. ايه اللي موجود جوه باقه التيم ممبر دي يا جماعه؟ اولا باخد اللينك بتاع دوبلي اللي مربوط بالاي دي بتاعي اللي بنشره في اي مكان في العالم، يرجع لي كاش باك، الناس بتخش عليه تتسوق يرجع لها كاش باك، وانا باخد عموله اللي هي من 20 ل 30% من الكاش باك المجاني بتاعه. جوه موجود بقى جوه الموقع ايه؟ موجود الرخصه البيزنس لايسنس، الاتفاقيه اللي بيني وما بين دوبلي ان هكون مسوق لدوبلي، اقدر اعمل اقدر اعمل عروض وبرزنتيشن وشرح لدوبلي، اقدر استلم فلوس وعمولات من دوبلي. الرخصه دي يا جماعه بتكلفني اول سنه 99 دولار وتجدد سنويا بقيمه 39 دولار. تمام، يبقى اول سنه بس 99 دولار واجددها كل سنه ب 39 دولار. ايه اللي موجود جوه الرخصه دي؟ موجود فيها ادوات تسويق كامله، اعلانات وبروشورات مصممه وجاهزه حتى بالباركود بتاعك، كل ما عليك انك تنشر. موجود جوه الرخصه دي 4 كورسات تدريبيه من واحده من اكبر مؤسسات التدريب في امريكا اسمها بيج ال اكاديمي. تمام، اللي بتعلمك ازاي تتعامل في البيزنس ويكون عندك فريق متسوقين، وازاي تقدر تكبر البيزنس بتاعك وتتعامل مع الناس. الكورسات دي لو هتروح تاخدها مباشره مش هتقل عن 600 800 دولار، بتاخدها مجانا من ضمن الرخصه بتاعتك. تمام، بتاخد 5 مستويات من التدريبات من دوبلي اكاديمي، ازاي تكبر البيزنس بتاعك بالخطوات. كل ده موجود جوه الرخصه اللي بقيمه كام؟ 99 دولار اول سنه. تمام، قلت كل سنه 39 دولار. الحاجه الثانيه، النهارده انا كمسوق لدوبلي هسوق ايه؟ احنا قايلين هسوق الموقع، طب ايه المنتجات او الحاجات اللي هسوقها في الموقع كمان بالاضافه للموقع؟ الحاجه الوحيده اللي احنا قلنا عليها ليها سعر في دوبلي هي العضويات الفي اي بي. فدوبلي بتقول يا محمد النهارده بما ان انت مسوق او كوكيل للموقع، فبتشتري من جمل من دوبلي بالجمله عضويات في اي بي وتبيعها بالقطاعي، وتبيعها بالقطاعي عشان تعمل ايه؟ عشان تاخد الكاش، عشان تاخد العموله بتاعتك. تمام، فالنهارده دوبلي بتقول لي مش محتاج انك بقى تروح تشتري 1000 ولا 2000 عضويه ولا اي حاجه، لا بالعكس، انت النهارده بتبدا بتشتري باكج فيها 10 عضويات في اي بي بس دوبلي كمان، عشان بتشتري بالجمله فبتديك عضويتين مجانا، فانت كده حصلت على 12 عضويه في اي بي بس بسعر 10 بس اللي هو 495 دولار. حلو، واقدر ابيعهم بكامل ال 12 دول ب 600 دولار. ودوبلي بتديني سنه كامله 12 شهر اني ابيع فيهم ال 12 عضويه الفي اي بي. وكمان من المميزات ان انا العضويات دي باخد 100% من ثمنها، 12 عضويه دول اي عضويه ببيعها باخد 100% من ثمنها. بعد كده بياخد كام؟ بعد ما ال 12 دول
بيزيد عليا، او ابتداء من رقم 13 باخد 20% من الكاش، 20% من ثمن العضويه. حلو جدا، تمام. طيب كل الباقه اللي احنا بنتكلم عليها دي تمام بتكلفني كام؟ 495 زائد 99 دولار بتكلفني 594 دولار. هل كل سنه بدفع الرقم ده؟ لا، ده بيدفع معلش النهارده بس ايه الصوت مش مظبوط كده، تمام، ده بيدفع اول سنه بس، اللي هي باقه التيم ممبر ال 12 عضويه في اي بي دي بشتريها مره واحده بس. كل اللي بعمله كل سنه ان انا بجدد الحساب بتاعي ب 39 دولار سنويا، تمام. دي اول حاجه. تاني طريقه اللي هي طريقه التعامل مع المحترفين والافراد والشركات، اللي هي عن طريق باقه البي بي اي بارتنر بروجرام اكسلريتور، واللي بتخليني اقدر اتعامل كمان مع الشركات. فيها ايه الباقه دي؟ فيها برضو الجلوبال لينك، اللينك الكبير بتاعي بتاع www.com/id، تمام. بالاضافه بقى ايه، ان انا باخد الرخصه بتاعه دوبلي اول سنه مجانا، 99 دولار دي معفيه منها اول سنه. فس دوبلي بتقول لي بقى انت داخل تعمل بيزنس كبير يا محمد وعلى مستوى شركات كمان، فبتشتري 50 عضويه في اي بي، لكن دوبلي بتديك كمان 10 عضويات هديه، فبتشتري 60 عضويه في اي بي، اوكي، اللي هم تمنهم لو بعتهم حوالي 3000 دولار. وبتاخد كمان 3 كورسات للتعامل مع الشركات عن طريق برنامج البي اس بي ريورد قيمتهم 1000 دولار، دول بتاخدهم مجانا، بالاضافه لكورسات بيج ال مجانا ودوبلي اكاديمي مجانا، وخصومات على اسعار فاوتشرات لدخول الشركات بالادوات التسويقيه بكل حاجه. كل ده الباقه دي بكام؟ ب 2475 دولار، اللي هم فعليا سعر 50 عضويه في اي بي. وانا حتى لو مجرد ان انا ابيع ال 60 دول رجعلي 3000 دولار، فانا معايا 500 دولار زياده او بونص في جيبي من البدايه. طب ايه اللي يخليني ادخل بباقه البي بي اي؟ طب ما هو 2400 او 2500 دولار، ما انا عندي ب 600 دولار. اللي يخليني انضم بالباقه دي البيزنس الكبير اللي اقدر اعمله عن طريق برنامج البي اس بي ريورد، اللي بيسمح لاي شركه في العالم، اي مؤسسه، اي هيئه، انها تنضم لموقع دوبلي، تعمل شراكه مع موقع دوبلي وتشتري موقع دوبلي بالكامل، وتشيل اللوجو بتاع كلمه دوبلي وتحط اللوجو بتاعها هي، وتستفيد من وقدم خدمه لكل المتسوقين او العملاء اللي عندها. مش فاهمين ازاي؟ طب بصوا كده، ادي موقع دوبلي اهو، وادي كلمه دوبلي فوق على الشمال، صح؟ لو بصينا كده جمعيه القلب الامريكيه، مفيش دوبلي وهي هي نفس المحلات. نبص فوق على الشمال جمعيه مكافحه السرطان، هي هي نفس المحلات ومفيش دوبلي. نبص على الشمال الجمعيه الهنديه في الشرق، مفيش دوبلي وهي هي نفس المحلات. ايه ده؟ طب الشركات دي عملت كده ازاي؟ انضمت لبرنامج البي اس بي راور، اللي بتقول عليه برنامج ولاء لكل الهيئات والمؤسسات والشركات. ان مثلا زي لو فرضنا ان الجمعيه الهنديه في الشرق عدد افرادها 1,000,000 شخص، اوكي، فروحنا عرضنا عليهم الفكره، يا جماعه احنا عندنا فكره كويسه هتساعد الاعضاء اللي عندكم ان هم يوفروا من مشترياتهم، وكمان يدخل لكم مصدر دخل ليكم انتوا كجمعيه اضافي. ازاي؟ عن طريق برنامج البي اس بي ريورد. شرحنا لهم الفكره، قال لك والله فكره حلوه. بداوا ينشروا، اشتاخدوا الموقع بتاع دوبلي، بداوا ينشروا بوسط الاعضاء بتاعهم، يا جماعه دلوقتي بقى عندنا الشوبينج مول بتاعنا، خشوا تسوقوا وخدوا كاش باك والتسجيل مجانا. لو فرضنا ان من 1,000,000 شخص دول، تمام، ومليون شخص بالنسبه للهنود هنا في الامارات رقم متواضع يعني العدد كبير جدا، هل المليون دول هنفترض ان منهم 10% سجل مجانا، اللي هو 100,000 شخص. ال 100,000 دول كل واحد فيهم رجع له كاش باك، تمام، 20 دولار في السنه، الجمعيه هيرجع لها 30% من الكاش باك بتاع كل شخص. 30% من ال 20 يعني 6، 6 في 100,000 ب 600,000 دولار، يعني 2 مليون درهم، وهم قاعدين ما بيعملوش حاجه، تمام، مجرد ان هم قدموا خدمه لكل اعضائهم يوفروا فلوس، والجمعيه دخلنا لها فلوس. طب النهارده انا بقى كمسوق لدوبلي دخلت انضميت كبي بي اي وشرحت الموضوع للجمعيه والجمعيه اقتنعت ودخلت، هل انا بستفيد؟ اه انا بستفيد. بستفيد من كام؟ من 10 ل 27.5% من الكاش باك بتاع كل المتسوقين. هنفترض اقل حاجه 10%، 10% من ال 20 دولار يعني 2 دولار، في 100,000 ادي 200,000 دولار، بتكلم على قرب 800,000 درهم وانا قاعد في بيتي ما بعملش حاجه، بتكلم على حوالي
قرب 4 مليون جنيه وانا قاعد ما بعملش حاجه، تمام؟ مجرد ان انا وريتهم الفكره وهم بيشتروا اللي هم عايزينه. ده اللي احنا جايين نتكلم، ده البيزنس اللي على مستوى كبير، وده الاساس بتاعنا، ان كل ما كان عندك قاعده كبيره من المتسوقين، تمام، بقى عندك دخل متجدد تلقائي بيدخل لك على طول. حلو جدا. جوه الموقع بتاع دوبلي معذره بنلاقي طبعا ادوات كتيره جدا بتساعدنا في الدعايه وفي الاعلان، وادي كمان صفحات جذب الزبائن اللي باخدها وبتديني مميزات ان اقدر انشر على السوشيال ميديا، وادي الكورسات التدريبيه يا جماعه اللي بتعلمني ازاي بكبر البيزنس بتاعي ويعني ايه البيزنس، ودي الشهادات بتاعتي اللي انا حاططها في السي في بتاعتي، ادي ليفل 1 محمد كمال، ليفل 2 محمد كمال، بيج ال بارت 1 2 3 4 باسم محمد كمال. الثلاث شهادات دول اي حد يقدر ان هو يحصل عليهم، تمام. بس انا كمان لما دخلت دوبلي دخلت بالباقه الكبيره البي بي اي عشان اقدر اتعامل كمان مع الشركات، وادي كمان ثلاث كورسات الزياده اللي احنا قلنا عليهم، ادي بي اس بي ريوارد سيل سيرتيفيكيشن تريننج محمد كمال، بارتنر بروجرام فولو اب بوست سيل سيرتيفيكيشن تريننج. ست شهادات دول انا حاططهم في السي في بتاعتي، سواء قدمت في شغل حد طلب السي في بتاعتي، موجود ان انا شغال في مجال الهندسه ومجال السيفتي، وكمان بشتغل في التسويق الالكتروني ومعايا شهادات وعندي خبره كبيره. كل ده بيدي قوه كبيره للسي في بتاعتك في اي مجال انت بتروح. حلو. طيب ده اللي احنا النهارده بنتكلم عليه. النهارده بقى زي ما بنقول ان احنا نسب الكاش باك بتاعتنا وعمولاتنا بتختلف على حسب الرتبه. طبعا عندي رتب هنا بتبدا من تيم ممبر، تيم ليدر، تيم كوردينيتور، سيلز دايركتور، فايس بريزيدنت، سينيور فايس بريزيدنت. كل ما عديت في الرتبه كل ما زادت نسب العمولات اللي بترجع لي ابتداء من 5% لغايه 27.5%. وفي التدريبات يا جماعه بنشرح بالتفصيل ازاي بنوصل للرتب دي، تمام. نيجي النهارده احنا شفنا الكور بيزنس واساس البيزنس ان انا هيبقى عندي عدد كبير جدا من المتسوقين في جميع انحاء العالم واستفيد منهم ومن حياتهم اللي بيعملوها في كل حاجه. طب زي ما قلنا النهارده ان انا النهارده واحد من الطرق ان انا بكبر يبقى عندي فريق من المسوقين، فريق من المسوقين هو بيجيب لي عدد اكبر من المتسوقين. طيب فريق المسوقين ده هل بيبقى لي برضو مكافاه عليه؟ طبعا دوبلي بتقول لك انت النهارده راجل بتتعب وبتعرض فكره البيزنس وبتتكلم مع فريقك وبتدربهم، اكيد ليك بونص، تمام. النهارده عندنا بقى بناء الفريق بتاخد عليه بونص. ازاي؟ ان انا النهارده عرضت الفكره على اخواتي مثلا مصطفى واحمد، تمام، عرضت عليهم الفكره، والله يا احمد قال لي يا محمد فكره حلوه جميله انا هخش معاك كتيم ممبر. بمجرد ما احمد انضم معايا كتيم ممبر دوبلي بتديني بونص فوري $45 450 نقطه، النقط دي بتتحول لفلوس هنشرحها بعد شويه. مصطفى قال لي لا يا محمد انا هخش كبي بي ايه، انا اعرف شركات ومصانع ونوادي ونقابات وما اعرفش ايه، وناس كتير هتكون مهتميه بالموضوع ده. فمصطفى مجرد دخل بي بي اي دوبلي بتديني بونص فوري $225 بالاضافه ل 2250 نقطه. يعني انا حتى بس مش بكسب من المتسوقين، انا لما بكون فريق يجيب لي متسوقين دوبلي بتديني بونص كمان، لان كل ما كان عندي فريق اكبر كل ما كان عندي عدد اكتر من المتسوقين هيدخلوا باذن الله ويعرفوا خدمه دوبلي. الطريقه الثانيه وده عروض مستمرة دوبلي دايما بتعملها، يعني عندنا عرض كان في شهر 8 وشهر 9، ان ده العرض ده لرتبة سيلز دايركتور واعلى من رتبة سيلز دايركتور، ان اي شخص برتبة سيلز دايركتور او اعلى انضم في خلال اي شهر، شهر اغسطس او شهر سبتمبر كل شهر على حدة، انضم 20 شخص في فريقه دوبلي بتديله بونص اضافي $400. طب لو انضم 40 شخص ياخد 800، طب لو انضم 100 شخص ياخد 400 في 5 يبقى بكام؟ يبقى ب $2000. حلو. ده ايه السيلز دايركتور عنده على الاقل مثلا في فريقه ما يقرب من 70 80 شخص 100 شخص، اوكي. فلو كل شخص شرح فكره البيزنس وانضم معايا ناس جديده فما شاء الله بيكون في ارقام كبيره جدا. طب ناس كمان اللي بينضم كبي بي ايه بتحسب ازاي؟ الواحد بي بي اي بينضم بيتحسب بثلاثة تيم ممبر. حلو جدا. طب دي كمان الطريقة التانية. الطريقة التالتة اللي احنا بنقول عليها النهاردة دوبلي يا جماعة بتقبضنا شهريا. بنقبض
بنقبض مره كل شهر. لا النهارده دوبلي بتقول لي ان احنا بنكافئك يا محمد انك بتكبر، بتعمل قاعده كبيره وبتكبر فريق المسوقين بتوعك، فاحنا كمان بنديك بونص اسبوعي اسمه السايكل بونص، وده زي ما بنقول بيتحسب اسبوعيا، يعني بنقبض اربع مرات في الشهر من يوم الاثنين ليوم الاثنين البونص ده بيتحسب. انا عندي بيكون عندي فريقين كوميونيتي تيم وبيرسونال تيم، دوبلي بتيجي كل اسبوع تحسب كم عدد الاشخاص اللي انضموا في الكوميونيتي تيم وكم عدد الاشخاص اللي انضموا في البيرسونال تيم. احنا متفقين ان اي شخص تيم ممبر بينضم في لفريقي سواء كان مباشر مني او اي حد من فريقي باخد عليه 450 نقطه، كل شخص بي بي اي باخد عليه 2250 نقطه. بجمع النقط، الاسبوع ده مثلا جالي 18000 في الكوميونيتي وفي البيرسونال 21600. فدوبلي بتقول لي مبروك عليك يا محمد، الاسبوع ده بتاخد 12.5% من الناحيه القليله. فين الناحيه القليله يا جماعه؟ 18000، 12.5% من 18000 2250 دولار، والباقي يترحل للاسبوع اللي بعده نقدر نكمل عليه. الباقي اللي هو ايه؟ هشيل 18000 من الكوميونتي مع 18000 من البيرسونال، اتفضل زيرو في الكوميونتي 3600 في البيرسونال اكمل عليهم وابدا الاسبوع اللي بعده. والخطه دي يا جماعه الخطه الوحيده اللي في دوبلي اللي ليها حد اقصى 50000 دولار في الاسبوع على حسب الرتبه بتاعتك. طب هيجي ناس يقولوا لي طب محمد افرض انا عندي البيرسونال ده وصل 100000 نقطه والكوميونتي زيرو، ما كده 12.5% من الزيرو زيرو، كده انا مش هاخد حاجه. قول لهم لا، دوبلي حطت كمان خطه جديده وحلوه، حتى الاشخاص لو انت عندك ناحيه بتكبر وناحيه نايمه فدوبلي بتكسب كمان، بتخليك تكسب من الناحيه اللي بتكبر من المسوقين اللي بيكبروا. عندي الناحيه مثلا هنا الشمال البيرسونال اللي فيها احمد ومحمود ومصطفى، احمد جاله الاسبوع ده 1000 دولار بونص، دوبلي بتديني 15% من البونص بتاع احمد يعني 150 دولار. مصطفى جاله 10000 باخد 1500، محمود جاله 5000 باخد 750. طب الثلاثه الناحيه الثانيه علي واسماء واسراء ما جابوش حاجه، خلاص انا باخد من اللي جاب، مفيش اي مشكله خالص. طب دول الناس المباشرين باخد لغايه 15% من البونص الاسبوعي بتاعهم. طب الناس الغير مباشرين الفريق ده باخد منهم حاجه؟ اه باخد لغايه 5% من البونص الاسبوعي بتاعهم ولغايه اربع اجيال، عشان نوريك ان انت عندك خطط كتيره جدا ومتعدده ومتنوعه. وانا عارف ان فيها ارقام كبيره بس انا حبيت اوريكم الصوره عامه، وفي تدريبات بنشرح الموضوع ده بالتفصيل باذن الله. تمام، انا كده مبدئيا خلصت، بس انا عندي حاجتين ناس كتيره جدا بتسالني عليهم. اول حاجه فيهم، احنا كده خلاص فهمنا ايه هي فكره البيزنس وفهمنا الدنيا فيها ايه، بس اول حاجه الناس دايما بتسالني، انا يا محمد النهارده انا هدخل مشروع ازاي ارجع راس مالي، ريتيرن اوف انفستمنت زي ما بيقولوا عليها ROI. تمام، طب ايه هو الاستثمار؟ ايه هو راس المال بتاعي؟ هل هو ال 600 دولار اللي انا دفعته ولا راس المال بتاعي حاجه تاني؟ في ناس بتقول 600 دولار، في ناس بتقول حاجه تاني. لا انا بقول حاجه تاني. ايه هو راس المال؟ راس المال اللي احنا بنعمله دلوقتي، بستثمر وقتي اللي انا مش عارف اعمل فيه ايه، واللي الناس كلها قاعده في البيوت مش عارفه هتعمل ايه، يقول لك يا اخي والله مش عارف اضيع وقتي في ايه، الدنيا بقت ممله، مش لاقي حاجه اعملها، الدنيا واقعه معايا والشغل واقف، مش عايز اعمل اي حاجه من البيت. اهو بتستثمر وقتك من البيت، بتستثمر مجهودك من البيت، بتستثمر علاقاتك. احنا ما شاء الله علينا كنا ويمكن ما زلنا ابطال العالم في ضياع الوقت، مشغولين مشغولين، وحتى بعد كورونا قاعدين مش لاقيين حاجه. تمام، قبل كده قاعدين على القهاوي، برضو دلوقتي قاعدين في البيوت. استثمر وقتك يا اخي، استثمر وقتك في حاجه مفيده، اتعلم صناعه جديده فيد الناس انها توفر فلوس وانت تكسب فلوس. تمام، لان معلش راس المال عمره ما هيبقى 600 دولار، لان مفيش بزنس في العالم تقدر تفتحه بثمن موبايل 600 دولار. 10000 جنيه في مصر، يعني بتكلم سعر التوك توك في مصر ب 50000 جنيه، فانت النهارده بتفتح مشروع بخمس توك توك، تمام، بكاوتش، اوكي، 2500 درهم في الامارات. ده انا لو عايز افتح محل بيبيع شاي كرك، اوكي، والناس هنا تعرف يعني ايه شاي كرك، عايز 200-300000 درهم. فما فيش بيزنس في العالم بتفتحه ب 600 دولار. بس برضه بعض الناس هيجي يقول لي لا هو ال 600 دولار، وريني ارجعهم ازاي. طب اولا لو انت داخل البيزنس عشان ترجع فلوسك بس، يبقى خلي فلوسك في جيبك. بتطلعها ليه؟
انت المفروض داخل بيزنس تكبره، تمام؟ وخصوصا ان هو استثمار، اقل استثمار ممكن تتخيله في حياتك. لكن لو داخل بس ارجع فلوسي، ما فلوسك في جيبك يا ابن الحلال. البيزنس ده محتاج وقت، محتاج مجهود، محتاج انك تعرف تشتغله صح. بس انا هوريك برضو ازاي تقدر ترجع فلوسك. عندك اول طريقه بمنتهى البساطه، بيع ال 11 ال 12 عضويه الفي اي بي بتوعك، رجعت فلوسك $600. 12 في 49 ب 588، صح كده؟ رجعنا فلوسنا. تاني طريقه، بيع معاك 6 عضويات في اي بي، 6 بس مش 12، انت معاك ال 12 لمده سنه، بيع منهم 6 في خلال الشهرين اللي جايين دول، وهات معاك 6 اشخاص يبداوا معاك البيزنس. ناس محتاجة انها تعمل بيزنس، ناس قاعدة في البيوت مش عارفة تعمل حاجة، ناس محتاجة مصدر دخل تاني. واللي هيقول لي 6 يقول، في ناس تقول لي انا اجيب لك 6000، الناس كلها قاعدة محتاجة فلوس. فالنهارده هقول لك لا، 6 اشخاص من الناس اللي بتهتم لامرهم واللي هم محتاجين يعملوا بيزنس ينضموا معاك في البيزنس. اول شهر هتاخد $45 على كل شخص، تاني شخص هتجيب برضو 3 هتاخد $45 على كل واحد. بعت الست عضويات في اي بي بحوالي $300، جالك $150 من نظام التوازن، اوكي؟ رجع لك كام؟ رجع لك $714، يعني اكتر من اللي انت دفعته، تمام؟ ثالث حاجه للناس اللي بتقول والله محمد الفكره عجباني وحلوه، بس انا ما لياش في موضوع البيع والشراء، وفي نفس الوقت ما اعرفش اشخاص وما اعرفش ناس، وانا بس الفكره عجباني، حلو، اجيب فلوس ازاي؟ يا سيدي انت عندك 12 عضويه في اي بي، حلو، هتاخد واحده لنفسك اكيد توفر منها. اختار 11 من اصحابك، قرايبك، معارفك اللي بيشتروا اونلاين كتير، واديهم العضويات دي هديه منهم بمنتهى البساطه، هم هديه منك. فين؟ بمناسبه ايه؟ باي مناسبه، شم النسيم، العيد الصغير، العيد الكبير، الكريسماس، الوايت فرايداي، الفالنتاين داي، الهابي داي، سينجلز داي، كل حاجه. احنا داخلين على شهر عام، بدايه من شهر 10 كل الاعياد بقى ومواسم الشوبينج، تمام يا جماعة؟ دي عضوية بقيمة $49 بتديكم توفير كبير جدا من مشترياتكم، تاخدوا كاش باك عالي جدا بمميزة بسحب شهري تقدر تخش فيه مجانا كل شهر ليك مرة، تاخد جوائز مادية بالإضافة 1 2 3 كل المميزات دي، اتسوقوا وخدوا كاش باك. زي ما حصل معايا أنا، تمام، من حوالي سنة ونص رحت لسكرتيرة المدير اللي عندي في المصنع، هي من الفلبين، قلت لها هديكي عضوية في اي بي من الموقع اللي هو انا منضم ليه، بتوفر لك من مشترياتك وهي بقيمه $49، بس انا مش عايز منك اي فلوس. قالت لي واو، ازاي استخدمها؟ ابو بلاش كتر منه، تمام. وريتها الموقع، اول سؤال سالتهولي، قالت لي booking.com عندكم؟ قلت لها اه عندنا. قالت لي وريهولي، وريته لها، حلو جدا. قالت لي استخدمه ازاي؟ وريتها ازاي تقدر تحصل على الكاش باك وتستخدم موقع booking.com. قلت لها بقى في مكياجات وحاجات؟ قالت لي لا، انا بس مهتمه دلوقتي بوكينج والباقي انا هدور عليه. بدأت تستخدم الموقع، اوكي، بدأت تستخدم الموقع، بدأ يرجع لها كاش باك، بدأ ينزل لي كاش باك كل شهر من عندها. رحت لها بعد 3 4 شهور قلت لها بصي انا بيجي لي فلوس من عندك وانا مبسوط، حلو، قولي لي بقى انت بتعملي ايه. فتحت لي الموقع، قالت لي تعالى بص، مرصصه بقى بوكينج 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 بوكينج، كله بوكينج. ده ايه بنتي ده، كل يوم في فندق ولا ايه؟ قالت لي دول اصحابي اللي كده كده بيحجزوا على بوكينج، انا بحجز لهم على بوكينج، هم بيدفعوا في الفنادق انا باخد الكاش باك. لا والله برافو عليك، شاطر. اخر السنه بعد ما خلصت السنه بتاعت الفي اي بي، لان احنا عارفين ان هي عضويه سنويه، تمام، وتجدد كل سنه، قالت لي تعالى محمد اوريك الموقع. فتحت لي الكاش باك بتاعها $638 في سنه، بسم الله ما شاء الله. قالت لي شكرا، انا الموقع ده حبيته جدا وهفضل استخدمه على طول. حلو، انا بقى رحت رايح على طول حسبت رجع لي منها كام كوميشن، لقيت ان انا في السنه دي رجع لي منها كوميشن $70، يعني اكتر من ثمن العضويه اللي انا اديته لها، وضمنت متسوقه اكتف معايا شغاله بتشتغل كاش باك. تخيل بقى ان انت عندك 1000 شخص في المتسوقين بتوعك، مش هقول لك في اي بي فري، ومش كل واحد فيهم هيرجع لك منه $70 في السنه، لا $10 في السنه من 1000 شخص، يعني $10,000، يعني بتكلم في الاماراتي حوالي 36,000 درهم، 3000 درهم شهريا. ده مرتب موظف كتير، وانا الناس كتير اعرف، تمام، في مهندسين بتاخد المبالغ دي يعني الظروف كده، تمام. في مصر اضرب ال 10,000 دول في 16، يعني 160,000 جنيه، انا بتكلم على 14,000 جنيه شهريه مرتب مدير في مصر،
من ايه؟ من مشتريات الناس. وده اللي بنتكلم عليه، فكرة خارج حدود الصندوق. عرفنا ان احنا ممكن نرجع فلوسنا ازاي، ده اذا حابين نرجع الفلوس مش عايزين نعمل فلوس كتير. طيب النهاردة انا جاي اوريكم برضو حاجة ظريفة، ازاي بقدر باسوأ الاحتمالات، تمام، افتراضات بسيطة جدا، ان يكون عندي ما شاء الله ارقام ما تتخيلوهاش. عندي النهاردة، احنا النهاردة شفنا المتسوقين نكسب منهم ازاي. النهاردة هناخد مثال في بناء الفريق، تمام. انا لما يبقى عندي اللي هو الفريق البيرسونال والكوميونيتي اللي احنا اتفقنا ان انا اللي هو البونص الاسبوعي اللي هو باخد 12.5% من الناحية القليلة. انا هفترض النهاردة بدأت البيزنس بتاعي ان انا هبدأ معايا البيزنس بشخصين، واحد في البيرسونال تيم واحد في الكوميونيتي تيم، والشخصين دول انا قعدت شهر بالكامل عشان ينضموا معايا واجيبهم معايا في خلال شهر. وبعد الشهر ده ما عملتش اي حاجة، بس كل اللي هعمله ان انا هدرب الشخصين دول، كل واحد فيهم انضم زي كمسوق بالباقة الصغيرة $600. كل شخص من دول هعلمه انه يجيب كمان 2 معاه. عايزين كل ما كبر الفريق كل ما كبرت عدد المتسوقين، ارقام، تمام. 2، كل واحد جاب 2 في الشهر الثاني بقى 2 و2، 4 8 16، بعد سنة كاملة، بعد 12 شهر، تضاعف، قوة التضاعف. بقى عندي كام؟ 4095 شخص في الكوميونيتي و 4095 شخص في البيرسونال. بتكلم على 8000 شخص. ده 8000 شخص دول لو كل واحد فيهم جاب لي 100 متسوق فري، ده بقى عندي 800000 شخص، وصلت للمليون. وده اللي احنا بنقول، تمام. لا، خلينا نبعد عن المتسوقين، نشرح الخطه دي، تمام. بعد 12 شهر البونص الاسبوعي كام على مدار 12 شهر؟ بلاقي 4095 450 نقطه في 12.5% $230,000 دولار. واو، رقم كبير. كل اللي انا عملته ايه؟ ان انا جبت بس 2 وكل واحد جاب 2 وكل واحد جاب 2. اتس تو جود تو بي ترو، صح؟ بالظبط، اتس تو جود تو بي ترو. ده النهارده بنتكلم عليه. لا، الارقام دي حسابيا ونظريا صحيحه 100%، لكن ما تتحققش على الواقع. تمام. ليه؟ لان انا افترضت ان كل واحد هيجيب 2، وافترضت ان كل الناس بتشتغل في نفس الوقت، وده ما بيحصلش. في ناس مش بيجيب 2، بيجيب 2000. عارف ان ده بيزنس محتاج مجهود ومحتاج وقت ومحتاج عزيمه وفكر، وبيزنس مبنيه لمدار 5 سنين وللعمر كله، مش 5 سنين كمان، وعشان اجيب نتائج محتاج وقت. في ناس فاكره ان البيزنس ده يا نصيب، دخلت النهارده يا رب ابعت لي ناس، ربنا يفتح له السماء ويبعت له ناس. ما بيحصلش. وده نصيحه ليك، لو انت فاكر ان البيزنس ده هيخليك تبقى مليونير، هو يقدر يخليك مليونير لو انت عايز وعايز تشتغل، اوكي. لكن انك تقعد في البيت ما تعملش حاجه، لا، البيزنس ده مش ليك، ده مش يا نصيب، ده محتاج مجهود ومحتاج وقت ومحتاج شغل. صحيح هو اقل من الشغل العادي بتاع وظائفنا، انك تشتغل لك 2 3 ساعات في اليوم وممكن ساعه في اليوم هتلاقي نتائج كويسه، لكن اللي يقول لك ان ده مش محتاج شغل يبقى بيضحك عليك، تمام. فالخطه اللي قدامنا دي ما بتتحققش في الحقيقه، رغم ان في ناس حصل معاها الخطه دي 4 و5 اضعاف. خلينا نقول خطه منطقيه، هناخد مشروع لمده 2 سنين، تمام. النهارده لما باجي بقول ان انا لو المشروع بتاعي هينجح بنسبه 100%، يبقى عندي في الكوميونتي تيم 4000 شخص والبيرسونال 4000. طب ايه اقل نسبه نجاح لاي مشروع عشان اقول ده مشروع ممكن ينجح؟ بنتكلم في حدود من 20-30%. اقل من كده مش هنضيع فيه وقت، تمام، مش هنضيع فيه وقت. طب النهارده لما نيجي نقول ان انا بتكلم على اقل نسبه نجاح 1%، لو انت متخيل يعني ايه 1%، يعني مش جايب هم الصداع انك تفكر فيه. نشوف اقل نسبه نجاح في العالم انت ممكن تعمل بيها. اضرب ال 1% في 4000، في اول سنه بقى عندك في الكوميونتي تيم بس 41 شخص، في البيرسونال تيم 41، بدل 4000 و4000 41 41 في 450 نقطه في 12.5% $2,300، و$600 في اي بي حوالي $3,000. حلو، يعني انا دفعت 600 جالي 3000، 5 اضعاف راس المال. المشروع اللي بيجيب 5 اضعاف راس المال في سنه ده نو واي، تمام. تاني سنه نفس القصه، ال 41 كل واحد فيهم جاب معاه 41، بس مش 41 كوميونتي، 41 بيرسونال، لا، 41 توتال. يعني النسبه دي نزلت من 1% لنص في المية.
41 في 41 ب 1681. 1681 البونص بتاعهم 1681 450 نقطة في 12.5% 94,000 دولار، ومعايا 3000 دولار حوالي 97,000، يعني حوالي 350,000 درهم، بتكلم على حوالي قرب ال 2 مليون جنيه مصري من اقل نسبة نجاح انت متخيلها. وده اللي احنا بنقول باور اوف دوبليكيشن وفكرة خارج الصندوق. بواحد في المية نجاح سنويا اول سنة وتاني سنة 0.5% قدرت توصل لمئة الف دولار. بس برضو ده للناس اللي بتشتغل. اوكي. وده اللي احنا بنتكلم عليه. ده النهاردة يا جماعة. بالاضافة نقطة مهمة كنت حنسى. ان انت عندك بعد تاني سنة عندك 3000 تقريبا 3200 متسوق. لو كل واحد فيهم ال 3200 جاب معاه 100 متسوق، 3200 مسوق، كل واحد جاب 100 100، تمام، بقى عندك 300,000 متسوق. هيرجع لك من كل واحد فيهم دولار في السنة كعمولة. يعني 300,000 دولار، لا 10% من الدولار، يعني 10 سنت، جالك 30,000 دولار سنويا من مشتريات الناس. وده اللي احنا بنتكلم عليه. حلو الكلام. النهارده لما نيجي نلخص اللي احنا كنا بنقوله، بنقول ان احنا عندنا شركه عالميه بدات سنه 2003، عندي موقع وعندي منتج كل الناس عايزاه وعايزه توفر، بنساعد الناس انها توفر فلوس ونساعد الاسر، عندي اكتر من مليار خدمه جوه الموقع، وعندي 8 خطط للدخل وثلاث مصادر رئيسيه للأرباح، التعامل مع الأفراد كمتسوقين والتعامل مع الأفراد في بناء الفريق والتعامل مع الشركات. وبحب أختم بمقولة جميلة جدا لواحد من أنجح رجال الأعمال في العالم، كلنا بنعتبر مثل أعلى لينا، واحد من أغنى رجال الأعمال في العالم اللي هو مستر بيل جيتس، اللي قال إيه بقى؟ If your business is not on the internet، لو أنت البيزنس بتاعك مش على النت، then your business will be out of business. لو ما عندكش اونلاين بيزنس، لو ما عندكش بيزنس على النت، فانت ما عندكش بيزنس. وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، كل البيزنس بقى اونلاين. المقوله دي قالها من زمان مستر بيل جيتس، مش عشان كورونا، الراجل شايف لقدام. فالنهارده لو ما عندكش اونلاين بيزنس، فانت ما عندكش بيزنس، ما عندكش اي حاجه خالص. كل الدنيا بقت اونلاين، الحكومات بقت اونلاين، المدارس بقت اونلاين، كل حاجه اونلاين. فانت النهارده اتعرضت عليك فكره الاونلاين بيزنس في الوقت اللي كل العالم متجه للاونلاين. وده اللي بنقوله قوة التجارة الإلكترونية. ودي بعض الإيفنتات بتاعتنا يا جماعة اللي بتثبت انتشار فكر الدوبلي في جميع أنحاء العالم. وده اللي بنتكلم عليه، قوة التجارة الإلكترونية، لأن دوبلي فكرة خارج الصندوق، out of box idea، جمعت ما بين الإي كوميرس والدايركت سيلينج والنتورك ماركتينج، ثلاث حاجات مع بعض في خليط جميل جدا مش هنلاقيه غير في شركة. انا بشكركم جدا جدا لوجودكم معايا. وقبل ما بنفتح باب الاسئله، ليا بس طلب بسيط من حضراتكم، كل واحد يرجع للشخص اللي عزمه النهارده يشكره على انه عرفه بفكره دوبلي. وايا كان قرارك للانضمام لشركه دوبلي كمتسوق او كمسوق، دي حاجه ترجع لك، بس اللي هيساعدك في اتخاذ القرار انك تسال نفسك ثلاث اسئله صغيره. اول سؤال فيهم، اذا ما كانتش فكره دوبلي هتكون ايه؟ ايه البيزنس النهارده اللي معروض عليا اللي هو ممكن باقل استثمار ممكن 600 دولار اعمل بيزنس من مكاني، مش محتاج اني ابيع حاجه، محتاج اخلي الناس تعيش حياتها توفر وانا اكسب. ما بقولش ان دوبلي هي الفرصه الوحيده اللي في العالم، في فرص كتير في العالم، بس دوبلي هي احسن فرصه في العالم حاليا. انك كده كده الناس بتشتري اونلاين، كده كده التجارة الإلكترونية بتكبر، كده كده بينا من غيرنا الناس بتشتري أونلاين، كده كده بينا من غيرنا دوبلي بتكبر. فأنت النهاردة لو ما حطيتش رجلك مع شركة دوبلي وبتنتشر في جميع أنحاء العالم، أنت اللي خسران. إذا ما كانش دلوقتي هيكون إمتى؟ وده السؤال الثاني. إذا كان عصر الأونلاين وعصر كورونا اللي مقعد الناس كلها في البيت، واللي الناس اتضررت جامد جدا من مصدر دخلهم قل وفقدان الوظائف، والناس كلها محتاجة يبقى عندها مصدر دخل وبتقدم لهم اللي هم بيعملوه، هيكون امتى؟ كده كده الاونلاين بيكبر. فانت النهارده في الوقت الصحيح، في المكان الصحيح، في الزمن الصحيح، مع الشركه الصح، فاضل القرار الصح. واذا ما كانش انت اللي هتاخد قرار انك تبدا دلوقتي
تعمل حاجة لنفسك ولمستقبلك، مين اللي هياخده لك؟ مين اللي هيقول لك اصحى وما تعيش حياتك كلها رد فعل؟ مين اللي هيقول لك الدنيا اديتك على دماغك وخدنا كلنا على دماغنا في كورونا؟ اصحى ويك اب فوق. لازم يبقى عندك بلان بي وسي ودي. لازم لازم ما تعتمدش على مصدر دخل واحد، نوع مصادر دخلك، حاجه وقعت حاجه سندات. انا اتعلمت مقوله كبيره جدا في دبلي من ساعه ما دخلت، خد الفرصه واندم لكن ما تسيبش الفرصه وتندم. ودي فرصه جات وما عندكش حاجه تندم عليها، لان الموضوع مش محتاج انك تسوق حاجه الناس ما بتعملهاش او الناس غريبه عنها. انت كويس اللي توريهم بتنور لهم النور ان انا عندي فكره بترجع لكم فلوس من اللي انتوا بتعملوه. اذا ما كانش دوبلي هيكون ايه؟ اذا ما كانش دلوقتي هيكون امتى؟ اذا ما كانش انت اللي هتاخد القرار، مين اللي هياخده لك؟ بشكركم جدا جدا لحسن استماعكم ووجودكم معايا، ونفتح باب الاسئله ان شاء الله. وكان معاكم اخوكم محمد كمال من دوله الامارات العربيه المتحده. نشوفكم دايما في احسن حال وصحه وسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.